السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سلسلة شهوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم كيك بكريمة الحامض والمورانج أو بالشوكولا. يعني استعملتها بجوج ديال الطرق. كما كتلاحظوا هذه اللي بالمورانج، والشكل الآخر استعملت ليه الشوكولا عوض المورانج. كاين بعض الأخوات اللي ما كيفضلوش المورانج. بسم الله على بركة الله. نمروا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 3 حبات بيض، عندنا كأس غير مملوء من سكر السنيدة، نصف كأس من الزيت، 2 أكياس من خميرة الحلويات المجموعة 14 غرام، رشة ديال الملح، عندنا ليمونة حامضة كبيرة خديت العصير ديالها وأيضا القشر ديالها، وعندنا 2 كؤوس من الطحين اللي كيكون مغربل منخول. طريقة: غادي نخفق البيض مع السكر والزيت ورشة ديال الملح، كنفرغ المكونات اللي خلط مع بعض، كنفرغها على قشرة ديال الليمون الحامض، كنضيف عصير الليمون الحامض على المكونات وكنخلط المكونات جيدا، وغادي نبدأ بإضافة الطحين بالتدريج. غير هنا بين قوسين طحين ضيفوه بالتدريج، تقدروا تستعملوا غير كاس ونص ديال الطحين حتى 2 كيسان. انا استعملت 2 كيسان ديال الطحين. هذا راجع للحجم ديال الليمونه حامضه، من الافضل تاخذوها تكون كبيره او 2 اللي يكونوا صغار. وكنضيف خميره الحلويات، الكيس الواحد يزن 7 غرام، في المجموع هي 14 غرام. كنخلط المكونات جيدا. كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديالها، كتكون عجينه اللي مطلوقه ماشي قاصحه بزاف، ماشي عجينه اللي مرخوفه بزاف. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها. ضروري ما كتخلط المكونات كلها جيدا. بالنسبه للكاس، انا استعملت كاس الشاي العنبه. كناخذ هذا القالب اللي كان خرج شحال هادي وحضرت به انواع مختلفه من الكيك، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين ووضعت رقائق اللوز في الجوانب. هنا ممكن تستعملوا قالب عادي الكيك، يكون هذا العبار ديالو 26 سنتيم، ماشي بالضروره تستعملوا هذا. كنأكد كنفرغ الخليط كله، كنحاول نرفع يدي الاعلى، كنحاول نقادها وندخلها للفرن متوسط درجه الحراره تقريبا 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، فرن الغاز. انا طيبتها، هذا هو الشكل ديالها. كتجي اسفنجيه، كتجي رائعه. دائما الكيك ديال الليمون الحامض كيجي ممتاز ورائع، يعني كونوا متاكدين من هذه المساله. كتجي خفيفه بزاف كما لاحظتوا. كنحاول انني نتاكد انها غادي تزول ليا من القالب، انا كنزولها وهي سخونه، كنحاول نحركها. خديت واحد الشبكه اللي كتكون ديال الفرن وغادي نقلبها ونشاهدوها مع بعض كيفاش جات. يعني بزاف الاخوات كيطلبوا انني نشاهدوا الكيك يعني مباشره. كما كتلاحظوا مازال ساخن، ها هو الشكل ديالو عن قرب. كما كتلاحظوا كتجي خفيفه اسفنجيه رائعه جدا بالطعم ديال الليمون الحامض. نحضروا الكريمه ديال الحامض اللي غادي نستعملوا. كنحتاجوا 3 ملاعق كبيره مملوءه من النشا اللي هي مايزينا، عندنا قشره ديال ليمونه حامضه، عندنا نصف كاس من عصير الليمون الحامض، ونصف كاس من سكر سنيده. هنا السكر كيبقى حسب الذوق، تقدروا تستعملوا حتى الكاس. 2 صفار البيض، كنضيف السكر على القشرة ديال الليمون الحامض وعلى بودرة النشا، وغنضيف أيضا عصير الليمون الحامض. أنا بعد ما عصرته صفيته. كنضيف 2 أصفار بيض، كنخلط هاد المكونات جيدا، وغادي نضيف لهم 2 كؤوس ديال الحليب سائل. القياس ديال الحليب اللي هي 300 ملل، كنحرك المكونات بملعقة خشبية فوق النار. كنأكد كنضيف الحليب، حليب سائل اللي كيكون بارد عادي. كنخلط المكونات خارج النار كلها جيدا، وغادي نضعها فوق نار اللي كتكون مهيلة مع التحريك المتواصل. كنأكد مع التحريك المتواصل.
حتى كنحصلوا على واحد الكثافه اللي كتكون ثقيله. اخر مرحله غادي نضيف ملعقه كبيره من الزبده، من الافضل تكون زبده ديال الاكل. كنحرك المكونات جيدا حتى كتنسجم وكنحصلوا على كريمه اللي هي عقده. كاضافه مني غادي نضيف ربع ملعقه صغيره من النكهه ديال الليمون الحامض. هنا كتبقى اختياريه، انا غير بغيت نضيف واحد المركز ديال الليمون الحامض، اعطاني طعم وحتى اللون ديالو كيتغير. كتبقى اختياريه، ماشي بالضروره تستعملوها، كتكتفيو بالقشره ديال الليمون الحامض وعصير الليمون الحامض. كنحركوا المكونات جيدا. كما لاحظتوا كريمه اللي هي عاقده، مقدار النشا 3 ملاعق كبيره من بودره النشا. كنفرغوا الكريمه في الحفره اللي في الوسط اللي في القالب كما لاحظتوا. غنعاود نكرر، ممكن تستعملوا قالب عادي من اختياركم، والوقت اللي كتبغيو تستعملوا الكريمه كتوضعوا هذاك الكيك في واحد السيركل، وباش كتفرغوا الكريمه وتدخلوها في الثلاجه حتى كتبرد وراها غادي تماسك. عادي يمكن لكم كتزولوا هذاك السيركل، كنحاول نقادها. كيبقى لنا جوج ديال بياض البيض، استعملنا الصفار وبقى لنا البياض. كنضيف ليه رشه ديال الملح ونصف كاس من السكر، كنطلعوا مزيان حتى كنحصل على ميرانغ او مورانغ، حتى كيولي اللون ديالو ابيض وكتكون الكثافه يعني مثل الثلج. كنحاول نوضعه بشكل عشوائي فوق الكريمه، بطبيعه الحال كتكون بردات، هي فيها النشا راه بسرعه كتكون كريمه اللي هي عاقده. كنحاول نوضع واحد زخرفه عشوائيه، خديت فورشيت وكنحاول انني نهز شويه هذاك المرنج، وغادي نعاود ندخله للفرن. النار كتكون عندنا بالاعلى، او اللي عندها الشاليمو كتحاول تحرق هذاك بياض البيض. هذا هو الشكل ديالها عن قرب. بعد ما رجعتها انا للفران النار من الاعلى، كيتحمر لينا هذاك المرنج، كينشف، راه كيجي المذاق ديالو رائع جدا. كما كتلاحظوا هذا القسم الثاني من الكيك. انا حضرت هاد النوعين ديال الكيك، يعني كل كيك حضرته بنفس المكونات، غير واحد استعملت ليه المورانغ وواحد استعملت ليه بدل المورانغ. وضعت شوكولا اسود اللي ذوبته كنسرحو على الرخامه، وكنحاول نزولو بواحد السكين ولا واحد سباتيلا خاصه بالمطبخ باش كنحصل على رولي ديال الشوكولا. وضعته فوق الكريمه ديال الليمون الحامض، وعملت رشه خفيفه من سكر كلاصي. انا عطيتكم جوج ديال الاقتراحات، ممكن تستعملوها بالمورانغ، ممكن تستعملوها بالشوكولا، ماشي بالضروره المورانغ. وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كيف ديما الى عجبكم فيديو وضع لايك وانضمام للقناه. شكرا للمتابعه، في امان الله.